الحمد لله الاجواء ديال هذا المعسكر هذا كانت اجواء جيده، وكان جميع اللاعبين كيقوموا بتدريب بجديه، وان شاء الله باش الشطر الثاني من البطوله نفرحوا الجماهير ديالنا في مدينه بركان، ولما لا نلعبوا المراتب الاولى ان شاء الله. وكان وعد الجمهور البركاني ان شاء الله بنتائج ايجابيه ان شاء الله، والدراري كاملين عازمين باش يقدموا واحد الروح قتاليه داخل الملعب ان شاء الله، باش نفوزوا جميع النقاط في داخل سورتو داخل الملعب وفي خارج ارضيه الملعب ان شاء الله. اللاعبين كاملين عازمين تام باش يوليو يرجعوا ب 3 بوان، وان شاء الله كنوعدوهم بالخير ان شاء الله.